اليوم أنا رايح أتكلم عن عملة رقمية اللي هي عملة البيتكوين. عملة انتشرت في الآونة الأخيرة، أيضا كانت منتشرة قبل كذا بكثير، فهي عملة منتشرة كثير. هي عملة معمّة ونظام دفع عالمي، يمديك تقارنها بعملات أمثال الدولار أو اليورو، لكن فيها فوارق. أكبر فرق في العملة أنها عملة إلكترونية، عملة إلكترونية بشكل كامل. يعني يكون فيها تداول عبر الإنترنت فقط، ولا لها بنك يمركزها. جميل، جميل جدا، جميل. حلو، يعني ما لها وجود فيزيائي، فقط أنت عندك محفظة إلكترونية جواتها العملة. يعني كل شيء موجود على الجوال أو على الموقع، ما في شيء محسوس تلمسه. بالضبط. أنا بسألك سؤال عبد الله، سؤال مهم جدا، وهل البيتكوين او العملات الرقميه هل تطلع هويتك مثل البنك، يعني تطلع رقم حسابك او شيء زي كذا، او ما في هذه الاشياء؟ لا، فقط تعطيك رقم المحفظه وترسل له، ويمديك يومها ترسل الفلوس، ما راح يطلع لك اسمه. عشان كذا الهاكرز اللي قاموا هكروا حسابات وشاير في تويتر، قاموا يقولون حولون لنا بيتكوينات. ليش؟ لأن البيتكوين أنت لو أعطاك رقم المحفظة ما راح تقدر تعرف من هو الشخص اللي أنت قاعد تحول له. جميل، يعني أي شخص بكل سهولة يقدر يسوي له حساب بيتكوين وياخذ ويعطي. صح. هل هذه مخاطرة؟ خطرة وآمنة في الوقت نفسه، آمنة من ناحية أنك أنت ما حد يقدر يعرفك، ما حد يمديه يعرف إذا أنت شخص مشهور عندك فلوس كثير وزي كذا، ما يعرف من أنت. جميل، هذه ميزة آمنة. ثاني حاجة ميزة خطيرة، أن يمدي الناس يستعملونها بحيث يكون عندهم حساب ما حد يدري منهم، ينتحلون هويات. طيب عبد الله، في هنا الأخت حنين تقول هل البيتكوين فعلا آمن ويعني نقدر نستعمله أو أنه خطير؟ أنا ما أقدر أقوله، حتى لو كان عندي إجابة ما أقدر أقولها، ما عندي إجابة ولا أقدر أقول الإجابة اللي عندي، لأن البيتكوين سلاح ذو حدين. بالضبط، وايضا فيه اشياء عالميه معتمده على البيتكوين، فاحسن لي ما انتهك هالشيء. طيب عبد الله، كيف يسالون بالهاشتاج اللي توضح، يقولون يعني هل كم تساوي بالريال او بالدولار؟ انا ما يمديني اعطيكم سعر ثابت، لازم الان انا معي السعر لو تحتاجه 35980. كاني قلبته ولا لا؟ صح، تعالي. لا صحيح. وعلى فكره ترى الناس اللي يشوفونا بالاعاده راح يكون العمله فرق. انا اذكر مرات شفتها بيوم، كانت الساعه 1 الصبح 1 AM، ها كانت 27000 تقريبا. ها اللي بعد كم ساعه صارت 28000، الحين 35000، بتوصل 36000، يعني يختلف كثير. ما هي ثابته، تتغير الاف بالساعات، تخيل. وطبعا السبب لانه ما في اساس زي مثلا الذهب. صح. او مثلا لا، ما لها، انت تعرف ان ما لها اصلا قيمه. هذه هي قيمة اذا الناس قرروا انها تسوى شيء حتسواه، واذا الناس قرروا انها ما تسوى شيء ما راح تسواه. قيمتها تصنع في بالبيع والشري فيها او استخدامها. صح. طيب بالضبط. لحظه شوي، العملة، طيب هذه أنا كيف يمديني أحصل عليها؟ في أكثر من طريقة. أول طريقة عشان تحصل على عملة البيتكوين، طريقة التنقيب أو الماينينج. تروح أنت، يعطونك عملية حسابية معقدة، لا تتخيل أنها سهلة، معقدة جدا جدا، تحتاج كمبيوترات عملاقة عشان تحلها. إذا حليتها المسائل يعطونك بيتكوينات. جميل. طب أنا بس المشكلة كمبيوتري ما حيستحمل هالمسائل. صح، بياخذ مساحة تخزين عالية. حياخذ مساحة تخزين عالية، ممكن يوقف، وكمان حيستهلك كهرباء عالية، حيكون عليها فاتورة. طيب ممكن أصلا ما تعرف أنت. في سؤال هنا من الهاشتاج، الأخ البراء يقول هل البيتكوين هو مثل البنك، تقدر تسحب منك فلوسك وزي كذا وتحول لأحد عملة رقمية؟ لا. أو لا. جميل. لا. جميل. ما لها بنك مركزي يحفظها هذه العملة. اتوقع المقصد انه هل يشتغل مثل بنك، انك تحول لشخص؟ يمديك تحول لمحفظة وليس لشخص، ممكن الشخص يكون عنده اكثر من محفظة. وعشان كذا الجرائم المعلوماتية الفترة الحالية تنتشر بشكل كبير، مثل تويتر انه في القرف اللي صارت يطلب منك يعني فلوس. في طريقة ثانية عشان تحصل على البيتكوين، اللي هي التعدين السحابي، ان ما كنت غلطان لأن الترجمة حرفية.
انك تقوم تساهم بمبالغ معينه في استثمارات بتكوينيه. استثمار البيتكوين قصدك؟ صح، زي الاسهم يعني. اي تستثمر في البيتكوين يعطيك نسبه منها. في شخص حتى انتشرت قصه شخص انه عطى واحد قال ابغى هديه او ابغى فلوس كثير، قال له طيب عطاه 100 بيتكوين، بعدين بدا يستثمر صار عنده 10,000، بعدين هذا الشخص كان فقير زحين مره صار غني بسبب هذا الاستثمار. بس تحذير تحذير تحذير، في الانترنت تنتشر اعلانات كثيره احصل على كذا كذا فلوس بسرعه، احصل على بيتكوين، ترى اغلب هالمواقع ان لم يكن كلها مواقع كاذبه. صحيح، بس تبيك تعطي فلوس على اساس انها بتعطيك استثمارات بيتكوينيه وما ادري ايش، فلان تقعد تاخذ حقك البيتكوين، تاخذ حقك من البيتكوين ريال او ريالين. صحيح، وراحت عليك 27,000 ريال. صح، اما كان اكثر من كذا. صح. طيب باقي طبعا دقيقتين. طبعا نعيد ونذكر اللي قاله عبد الله كلام مهم، انه لا تنخدع بالاعلانات اللي تطلب منك فلوس وما ادري ايش بعدين فجاه مو اي. طيب نروح لما تطبيقات البيتكوين، تسمح تطبيقات البيتكوين اللي يطلق عليها احيانا اسم عميل بيتكوين او عملاء بيتكوين للمستخدمين بالتعامل مع الشبكه البيتكوينيه، خاصة بالمستخدم والاتصال بشبكة الند للند أو بير تو بير الخاصة بالعملة. تم إطلاق أول تطبيق متخصص للتعامل مع البيتكوين سنة 2009 من طرف ساتوشي ناكاموتو. طبعا أدري الاسم غريب شوية، هذا ساتوشي ناكاموتو شخص غير معروف، ممكن يكون شخص، ممكن يكون امرأة، ممكن يكون مجموعة من الأشخاص الله أعلم منه. اللي هو مطور بيتكوين في 2000، طور البيتكوين في 2009، يعني قديم هذا الكلام. هذا التطبيق تم تطبيق اطلاقه كتطبيق مجاني ومفتوح المصدر. جميل. يستخدم هذا التطبيق واللي يطلق عليه عاده اسم تطبيق ساتوشي كمحفظه على الحواسيب الشخصيه للقيام بعمليات دفع الكترونيه او كخادوم زي ما يقولون للقيام بالعمليات هذه. جميل. او استقبال المدفوعات. جميل. اما تطبيق بيتكوين كويت كيو تي فيتم اعتباره كتطبيق مرجعي بحكم انه يمثل الاليه التي يمثل من خلالها طريقه التعامل مع البيتكوين فقط. جميل جدا، يعني جميل والله. طيب خلينا نتكلم عن الاعتراف الدولي اللي هو مره قصير. الاعتراف الدولي فقط المانيا هي اللي تعترف بهالعمله، معناها انها يمديها تفرض عليها ضرائب او شيء من هالقبيل. اما الدول الى الان رسميا ما في اي دوله غير المانيا اعترفت بالبيتكوين. جميل، اتمنى اني اكون قدمت لكم معلومات. والله اكيد موضوع رهيب. حلو، وايضا حتى يعني شو اسمه عبد الله فهمكم وش العمله الرقميه، اللي كثير منكم لما محمد تكلم عن البلوك تشين بعضكم ما فهم العمله الرقميه تحديدا وش هي، فنشكر صراحه اشكرك عبد الله انك وضحت هذه النقطه. موضوع صراحه حلو وجميل جدا، وانا متشوقين يعني اذا هذه بدايتها اجل المواضيع القادمه اجمل باذن الله. وختم الموضوع حق الاسبوع اللي راح حقي يعني وضحه بطريقه جميله، وباذن الله انكم فهمتوه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.